تحية ثانية حق أبو ديران. كنا ما اشتغل جيتار ما سمعته، نشوف الحين. technical difficulties دقيقة. شو عندك جيتار ثاني؟ لا نشوف موضوع. اوكي، على ما نادر يجيب لنا جيتار ثاني نجربه. حبيت اول شيء اشكركم على حضوركم الكريم، ودي اقول لكم بعض الاشياء عن مشروع مخالف. بس قبل لا اسولف عن موضوع وايد، انا راح احول على البيانو واعزف لكم بدايه مشروع مخالف، وهي اغنيه اسمها الله اعلم. بقدم لكم فرقة مخالف.
صرت بأعلى صوتي إلى أبعد البلاء نهبت من غليم جسمي فرويت لي أسرار الكون فسمعت بداخلي صوت بزرقائها يا لغموضها ويا لوز رحمتها وكل شيء عبد الله حاجي على الساكسفون،
من لي بقلب ألوذ به من القلوب الجاسم من لي بقلب ألوذ به من القلوب الغاسم فإليك يا ملك مولاي يا قلبي العزيز ويا حياتي الغالية مولاي يا قلبي العزيز ويا حياتي الغالية إني لأطلب فنعم علي في قبلة فنعم علي بقبلة هبة وإلا عارية هبة وإلا عارية فأعيدها وكما هي وإذا ردت زيادة خذها ونفسي راضية خذها ونفسي راضية ولك شكراً. هذا طبعاً صوت ملك الغرام بأسلوبنا إحنا يعني أسلوب المخالف. شكراً. حبيت أقدم الفرقة اللي معي. طبعاً أنا من الكويت بس فرقتي بحرينيين تعرفت عليهم في البحرين وما قدرت أهدهم صراحة. أول شيء عبد الله حاجي على الساكسفون،
أحمد الفردان على الدرامز، ومعانا اليوم هو معانا عادة يعزف عازل البيس اسمه أحمد القاسم، بس اعتذر وصراحة شاركنا اليوم بيس بلاير وجيتارست وفنان وايد راقي، وأنا وايد فرح إنه هو ويانا اليوم. سعد العبار على البيس. فودي أتكلم عن فكرة مخالف شوية، بس عشان إحنا بدينا أول شيء تعرفنا على بعض ونحب الفن الشعبي، نحب الجاز، نحب وايد فنون، وعندنا وايد أشياء حنقول موسيقية نشارك فيها. فبدايتنا صراحة كنا قاعد يعني بدايتنا كانت مع فن الصوت، وشلون احنا نقدر ناخذ هالفن ونصوره بطريقة ثانية، مو كتطوير بس كبس إعادة صياغة. بس بعدين تطور الموضوع وشوية دخلنا في اللي يسمونه مشهد الموسيقى العربية البديلة اللي منتشرة في العالم العربي الحين. انت كنت تعرفونها كالباندز والباندات. فالفكرة طبعا احنا نطلع من النمطية الموجودة في الموسيقى في منطقتنا، ويمكن نقدم زوايا جديدة يعني، ومو شرط هي الزوايا هي الصحيحة بالتحديد، بس يعني نحاول نسوي شيء جديد ويونس، وخلينا الجاية تونس شوية. ما راح أقول لكم وايد عنها، بس الأغنية اسمها لو شنو يصير. Yeah.
شكراً. طبعاً أول مرة نعزفها لايف ومعظم الأغاني يعني، فأشكركم صراحة، تفاعلكم عجيب. مو مساوي سات ليست يوسف، سو
دائما كذي احنا بس ارتجال دائما. بس مو صوت ها، بس عشان شيء مختلف. كل أغاني هذه اللي قاعد نعزفها قاعدين نشتغل على ألبوم، هو ألبومين صدق، بس خلص ألبوم واحد بعدين أسوي ألبوم تراث وألبوم الأغاني اللي بتسمعونها اليوم. والألبوم اسمه الله أعلم، ويعني نوعا ما في تأمل وتفاؤل ويمكن شوية إحباط، بس بعدين نتغلب عليه ونتجاوزه دائما. الأغنية هذه طبعاً لمع البرق اليماني، قصيدة يمانية معروفة، وبس حطيت لها موسيقى شيء لحن شيء، وإن شاء الله يعجبكم. لمع البرق اليماني فشجاني ما شجاني، ذكر دهري وزماني بالحما أي يا زمان.
عبد الله عاجي الأغنية اللي راح نعزفها الحين شكرا ثانك يو اللي راح نعزفها عبد الله ياني على يوم وقال لي يوسف انا عندي كلمات ما أدري شو أسوي فيها وفي أشياء قاعدة تطلع مني بعبر عنها ويانا الشقة وقعدنا نسولف شوية وطلعنا يمكن لحن واحد على جزء من الأغنية بس بعدين قعدنا أشهر ما قاعد يصير شيء خلاص يعني الأغنية نسيناها مو قاعد يصير شيء بعدين يوم الأيام قعدنا وخلصنا الأغنية كلها وهذه الأغنية خلينا نقول من أول أغاني اللي خلينا نقول اللي حسستني من هالمشروع مختلف نوعا ما وما أدري ما أدري ما إيش أقول يعني أنا ما أعرف أسولف عن الأغاني بس أعزفهم بس هذه الأغنية اسم الأشياء Dila
يعطيك العافية أبو غيس. أبو غيس كلمني قبل أسبوع بالضبط من الحفلة، فحسيت أوكي يعني لازم بسرعة أذهب الموضوع، فرحت البحرين وقعدت 3 أيام. وصراحة ما أقدر أعبر لكم عن امتناني لوجودكم اليوم. والابتسامات اللي أشوفها والضيوف الجميلة، فمشكورين شكرا صراحة، يعني تحية لكم صراحة ما قصرتوا. وشكرا. وصلنا إلى نهاية الموسيقى. إيه والله إلا بسرعة يعني. ف بس أبيكم تعرفون أن هذه بداية، وبداية أشوفها حلوة معاكم، بداية لفرقة مخالف، وراح تسمعون زيادة بالمستقبل، وراح تصير في بعد أمسيات وحفلات بإذن الله. وأتمنى تكونوا معانا في الرحلة. فإحنا وصلنا الحين لآخر شيء. Thank you.
الله أعلم بما تخفي
تخفي عبد الله حاجي، أحمد فردان، سعد العبار، يعطيكم العافية، شكراً، يعطيكم ألف عافية. بعد اذنكم شباب، بس عبد الله يبغى يصور وياكم. لا لا لا، انت